السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم على قناتكم اعرف وتعلم. النهاردة معنا فيديو جديد بعنوان الإعجاز القرآني في تحديد عدة المرأة المطلقة والأرملة. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وأيضا قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. فهنا سؤال عجيب يحتاج إلى إجابة مقنعة: لماذا عدة المرأة المطلقة ثلاثة أشهر وعدة الأرملة أربعة أشهر وعشرة أيام؟ إجابة هذا السؤال لم يجب عنه عالم عربي مسلم، ولكن من أجاب عنه العالم روبرت غيلهام زعيم اليهود في معهد ألبرت أينشتاين والمختص في علم الأجنة، والذي أعلن إسلامه بمجرد معرفته للحقيقة العلمية والإعجاز القرآني في سبب تحديد عدة الطلاق للمرأة المطلقة ثلاثة شهور وللأرملة أربعة شهور وعشرة، حيث فاجأ العلم الحديث الجميع بمفاجأة علمية تسمى بصمة ماء الرجل، حيث إن السائل الذكري للرجل به 62 بروتينا يختلف من رجل لآخر كاختلاف بصمة الإصبع من شخص لآخر، وهي شفرة خاصة لكل رجل. وجسد المرأة مثل الكمبيوتر الذي يختزن شفرة من يعاشرها من الرجال، فإذا تزوجت برجل آخر بعد الطلاق مباشرة أو أدخلت أكثر من شفرة إليها، كأنما دخل فيروس لهذا الكمبيوتر سيصيبه بالخلل والأمراض الخبيثة. وثبت علميا أن أول حيض بعد الطلاق يزيل 32% إلى 35% من بصمة ماء الرجل، والحيضة الثانية تزيل 67% إلى 72% من بصمة ماء الرجل، والحيضة الثالثة تزيل 99.9% من بصمة ماء الرجل. ويكون الرحم قد تطهر من البصمة السابقة واستعد لاستقبال شفرة بصمة جديدة بدون إصابته بأذى من أمراض أو فيروسات. لذلك فإن ممارسات الدعارة والزانيات يصابن بالأمراض الفتاكة نتيجة لاختلاط السوائل المنوية في الرحم. أما عدة الأرملة فإنها تحتاج لوقت أطول لإزالة الشفرة، حيث إن الحزن يثبت البصمة لديها بشكل أقوى، فتحتاج للمقدار الذي قال عنه الله عز وجل 4 أشهر و10 لتزول بصمة ماء الرجل نهائيا من الرحم. وتلك الحقيقة دفعت عالم الأجنة روبرت غيلهام للقيام بإجراء تحقيق في حي يعيش فيه أفارقة مسلمين بأمريكا. تبين من خلال البحث الذي قام به أن كل النساء يحملن بصمات أزواجهن فقط، فيما بينت الأبحاث العلمية في حي آخر لأمريكيات متحررات أنهن يمتلكن بصمات متعددة من 2 إلى 3 بصمات، أي أنهن يعاشرن أكثر من رجل. وكانت هذه الحقيقة مذهلة للعالم حينما قام بإجراء هذه التحاليل على زوجته، ليتبين من خلال التحاليل الذي قام بها أنها تمتلك 3 بصمات، مما يعني أنها كانت تخونه، وذهب به الحد إلى اكتشاف أن واحدا من أصل 3 أبناء له فقط هو ابنه. وعلى أثر ذلك اقتنع أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يضمن حصانة المرأة وطهارة الأنساب وتماسك المجتمع، وأن المرأة المسلمة أنظف امرأة على وجه الأرض. فسبحان الله وصدق الله العظيم إذ يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد.